تم على مدى يومين ماضيين يعني مواصلة أشغال الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة. هذا الحدث الإعلامي الهام الذي اختير له كشعار المقاولة الصحفية ولهان تفعيل النموذج التنموي الجديد يأتي في إطار برنامج السنوي لنادي الصحراء إلى الاتصال، وكذلك مواصلة النقاش الوطني حول وضع يعني المقاولة الإعلامية بالمملكة بشكل عام والمقاولة الجهوية بصفة خاصة، البحث عن سبل تطوير النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية. كيف تابعنا مساء الأمس تم كذلك تدشين معرض خاص فضاء خاص بالتكوين، واللي كانت فرصة يعني الإعلاميين مسؤولين هذه المؤسسات الإعلامية للتعرف مثلا عن الشعب الخاصة بمسالك يعني الإعلام بمعاهد العليا للصحافة، كذلك فضاء خصيصا للمقاولة الإعلامية، وهي فرصة واتيحت لمسؤولين المؤسسات الإعلامية للتعريف بمقاولات الإعلامية، طرح كذلك التحديات والإكراهات التي يواجهونها في ظل هذه المتغيرات المجتمعية. المحط اللقاء اليوم هو محطة أساسية كذلك لبحث عن سبل دعم وتطوير تعزيز يعني مكانة المقاولة الإعلامية وجعلها في صلب النموذج التنموي. أنتم تعرفون اليوم هناك نموذج تنموي جديد، وفي اعتقادي المتواضع لا يمكن يعني تسويق وإيجاح أي تجربة تنموية بدون جعل يعني المقاولة الإعلامية في صلب هذا البرنامج، على اعتبار أن الإعلام اليوم يشكل حلقة أساسية في مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. كانت كذلك فرصة هذا الملتقى فرصة لانفتاح على الشباب عبر يعني تنظيم مسابقة إقليمية صحافة النشر خصصت للأندية الإعلامية التربوية بالثانوية التأهيلية بمدينة العيون. تنافس عليها 11 نادي تربوي إعلامي، وتم الظفر ثلاث جوائز خصصت لصنف المقال الصحفي. نادي الصحراء للإعلام والاتصال في نسخته الخامسة في هذا الملتقى اختار هذا الشعار المقاولة الإعلامية بالصحراء ولهان تفعيل النموذج التنموي الجديد. فعلا اخترنا هذا الشعار لأن هذه المحطة كتعتبر عنه عن وقف المقاولة الإعلامية بالصحراء، وقفت عنه مفترق الطرق بشكل خاص وعلى مستوى المغرب بشكل عام، لأن المقاولة الإعلامية في إطار هذا النموذج الجديد اللي برعاية ملكية أنه يأخذ مجراه خصو مواكبة إعلامية تقتحم المنازل تقتحم مواقع التواصل الاجتماعي، يكون قلت لك جميع المواطنين كجمهور يواكبوا في هذا المسار وباش يمشوا من هون من منبركم الموقر. عنكم رسالتنا هون كنقولوا عن المقاولة قادرة بكفاءات شبابها على تنظيم تظاهرات كبيرة، عنها تمشي تواكب هاي الأوراش بمواكبة عن كثب بالصورة بالمونتاج بالتقرير المقال الصحفي بجميع أجناس الكتابات الصحفية والتقارير والروبورتاجات. هون كان لابد أن نقف على مجموعة من الدعماء اللي وضعوا ثقتنا فيهم، منهم المجلس الجماعي جهة العيون، منهم مجلس البلدي، منهم ولاية العيون، منهم وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، منهم البنك الشعبي، منهم مجموعة من الشركاء كنتمناو عنهم يضعوا ثقتنا فيهم أكثر ويمشوا معنا بعيد ويوصل صوتنا وصدانا بعيد على مستوى دولي ووطني، ولما لا يكون قلت لك دولي كبير للتعريج على الأوراش وكيفية تسييرها بهذه المنطقة اللي تخدم وحدتنا الوطنية. تكذب الأخبار المضللة اللي كتنتشر في المواقع التواصل الاجتماعي. هذا الملتقى اللي عرف مجموعة من الورشات اللي شرفوا عليهم أساتذة جامعيين ومهنيين اللي قداوا مجموعة من السنوات في العالم الصحافة والاتصال. كنذكر هنا ممثل المجلس الوطني سي نور الدين مفتاح، وأيضا سي فاضل عبد المجيد المدير العام السابق للمعهد العالي للصحافة والإعلام، وأيضا سي الركراكي أستاذ بالمعهد العالي للصحافة والإعلام. اليوم بادرة جد طيبة من نادي المكتب ديال نادي الصحراء الإعلام والاتصال اللي كرموا مجموعة من الشخصيات اللي ضمن ديالهم اللي كيسميوهم مكون الأجيال اللي هو الدكتور محمد طلال، اللي على يدو تكونوا مجموعة من الصحفيين يعني 61 حتى 70% اليوم ديال الإعلاميين اللي كيشغلوا في أعرق لا 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 المنابر الإعلامية لا المكتوبة لا السمعية لا البصرية ولا حتى الإلكترونية، درسوا لا في المعهد العالي للصحافة والاتصال بالرباط ولا أيضا في المعهد العالي للصحافة والإعلام، حينما الأستاذ أو الدكتور محمد طلال كان يشتغل منذ 23 سنة كمدير الدراسات في هذا المعهد، وبالتالي اليوم
ثقافة الاعتراف موجودة في هذا الملتقى، وشفنا كيفاش اليوم للمشاركين ولا الأساتذة اللي ما اشتغلش مع الأستاذ محمد طلال. الأستاذ محمد طلال سبق له درس مجموعة من اليوم مشاركين اللي ولاو صحفيين وكيشتغلوا في اكبر المنابر. الملتقى عرف ايضا ثقافه الاعتراف اللي نادرا اليوم ما كنشاهدوها وما كنلاحظوها. كنشوفوا صحفيين مصورين اللي عطاو الشيء الكثير لهذا البلد في مجال الصحافه والاعلام، ولا في التكوين ديال الصحفيين، ولا في مجموعه من الامور خاصه بالصحافه، وكما مع الاسف كيعانيوا في الصمت، وفي الاخر يعني حتى كيموت الواحد ولا حتى ما كيبقاش معنا عاد باش حنا كنتفكروه ولا كنقوموا بتكريمه. وبهذه المناسبه ومن هذا المنبر كنتمنى بان السلطات المحليه هنا بالاقاليم الجنوبيه بالاخص مدينه العيون، لا الوالي ولا رئيس الجهه، يكون واحد المعهد خاص هنا بالعيون لما لا باش يحقق الحلم او المبتغى او تكوين المجموعه من هاد الصحفيين الشباب. اليوم كتعرفوا بان التكوين ولا حاجه مهمه وحاجه ضروريه عند الصحفي في ديال القوانين الجديده ديال الصحافه والنشر، وبالتالي معهد في العيون وفي المناطق الصحراويه جد 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 مهم للصحفي الغد. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.